ديماسي حراك دبلوماسي عربي أوروبي بشأن غزة، ومواقف أيضا مستنكرة للمجزرة الإسرائيلية. ما الجديد؟ محمد، دعني أستكمل معكم المواقف العربية التي صدرت من هنا في بروكسل. مثلا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصف الهجوم على مخيم النازحين في رفح بأنه همجي، ودعا بعد أن مدح كثيرا في تغير الموقف الأوروبي تجاه ما يعتمل في غزة من عدوان إسرائيلي متصاعد، دعا إلى تحويل هذه المواقف إلى أفعال من أجل لجم إسرائيل. كذلك على نفس النهج سار زميله المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما قال إن هجوم يوم أمس دليل آخر على أن إسرائيل تحاول تدمير غزة وتريد أن تجعلها غير قابلة، أن تجعل الحياة فيها غير ممكنة، وهذا في أفق تصفية القضية الفلسطينية، داعيا الضمير الإنساني وفق ما جاء على لسان سامح شكري إلى أن يتحرك، خصوصا أنه تجاوز عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي 36 ألفا. هذا على مستوى استكمال المواقف العربية هنا في بروكسل. على مستوى المواقف الأوروبية، بدأت بوزير الخارجية الإيرلندي وأيضا نظيره النرويجي وكذلك الإسباني عندما عقدوا لقاء مشتركا للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعلان يوم غد يوم هذا الاعتراف ودخول هذا الاعتراف حيز التنفيذ. وزير الخارجية الإسباني قال إنه في ظل هذا العدوان الإسرائيلي والمجزرة التي ارتكبت ليلة أمس، فإنه سيسعى من أجل أن يقنع زملائه في الكتلة الأوروبية بدعم عمل محكمة العدل الدولية. أما وزير الخارجية النرويجي وأيضا الإيرلندي فقد ندد بالهجوم، ووصف وزير الخارجية الأيرلندي بأنه هجوم وحشي وبربري. كذلك على نفس النهج سار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل عندما قال إن إسرائيل يعني لا تريد أن تلتزم بما مقررات محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، وأكبر دليل على ذلك هو الهجوم الذي استهدف الآمنين في رفح وفي مخيم للنازحين. ما جرى في رفح من عدوان إسرائيلي ومن مذبحة إسرائيلية محمد يمكن أن يعطي دفعة قوية لوزراء الخارجية الأوروبيين المتحمسين لأن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر من أجل دعم عمل محكمة العدل الدولية. كما نعلم لا زال هناك مواقف متصلبة لا تريد أن تنحاز على الأقل نحو إلى الحق، خصوصا مثلا سمعنا تصريح وزير الخارجية الإيطالي، ولكن ما جرى يوم أمس يمكن أن يساهم في تليين مواقف بعض الأوروبيين المتصلبة. مثلا لمسنا أن وزيرة الخارجية الألمانية أدلت بتصريح لافت يعبر عن تغير هذا الموقف عندما قالت إن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة وعلى إسرائيل أن أو تسري على أحكام محكمة العدل الدولية تسري على الجميع وعلى إسرائيل أن تلتزم بها، والحرب على غزة تدخل في سياق هذه الالتزامات. كذلك هناك تعبير لافت أجمل كل شيء محمد صدر عن وزير الخارجية اللوكسمبورغي، وهنا أقتبس تماما ما جاء على لسان وزير خارجية اللوكسمبورغ عندما قال
نحن كلاب تعض أو عفوا نحن كلاب تنبح ولا تعض، نحن كلاب منزوعة الأسنان، في إشارة إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ملزم ولكن لا وجود لمن يدعمه من أجل أن يصبح ساري المفعول ويدخل حيز التنفيذ ويرغم إسرائيل على وقف على الأقل عمليتها العسكرية وهجومها على رفح. إذن هذه هي أبرز المواقف الأوروبية التي هيمن عليها رد الفعل من المجزرة التي ارتكبت يوم أمس. عبد الله إيماسي مراسل العربي من بروكسل، شكرا.